مساء الخير يا شباب، يا رب تكونوا بخير. المحاضرة النهاردة رقم 9 هنكلمكم عن السورتينج الجوريزم، اللي هي الالجوريزمات المشهورة او المعروفة اللي بنستخدمها فور سورتينج ليست، يعني عشان نرتب اي ليست من اي نوع. طبعا السورتينج as a concept is يعني deeply embedded in a lot of things، يعني بيستخدم كتير جدا في تطبيقات كتير جدا. It's quite often that we like to arrange things، كتير قوي بنبقى عاوزين نرتب الأشياء or data أو شوية بيانات in certain order. وفي نوعين من ال order زي ما انتوا عارفين، ال ascending order أو بنقول عليه increasing. ascending يعني تصاعدي، يعني من الصغير للكبير، increasing order. وفي عكسه ال descending order أو decreasing، اللي هو التنازلي، اللي هو من الكبير للصغير. طبعا احنا في الالجوريزمز بتاعتنا اللي هناخدها دايما بنشتغل من الصغير للكبير، يعني دايما بنرتب ascending. اوكي، بس انت بيبقى سهل جدا لو عوزت تعمل العكس، سهل جدا تعمل ايه، ممكن تستخدم نفس الالجوريزم وبعدين تقرأ تعمل scanning للاراي بالعكس، هتبقى كده مترتبة بالعكس، او تغير في الالجوريثم في الكود تعديلات بسيطة قوي بحيث ان انت تخليه بدل ascending يبقى descending. تمام، فاللي بيعرف يعمل الالجوريثم ascending يقدر بسهولة جدا يقلبه descending. ايه اللي بيخلينا نحتاج، يبقى why we need sorting او why we need to sort data، ايه اللي بيخليك تحتاج ترتب data. احد الاسباب ان انت مثلا improve، ممكن تحتاج ترتب to improve readability، زي عندك شوية كلمات فاسهل جدا ان انا عشان اعرف اقراهم اني ارتبهم بالحروف بتاعتهم، وده بيفكرنا بالديكشنري. ديكشنري القاموس زي ما هو مرتب الكلمات بالحروف ascending order، صح؟ ف to improve the readability we need to sort the words أو the data. ايه كمان سبب برضو، لان يعني to be able to search في حاجة sorted اكيد اسهل بكتير. to extract يعني عايز تستخلص كلمة معينة تستخرجها تطلعها، بتدور على حاجة معينة، اسهل لك تدور جوه unsorted list ولا جوه sorted list، ايه الاسهل؟ اوكي، طيب السورتنج بيقابلنا في حاجات كتير في حياتنا. ابسط مثال مثلا لو انت عايز تعمل بوكينج الهوتيل، بتدخل على الويب سايت تعمل ايه، بيديلك شوية الهوتيلز الافيليبل في الوقت بتاعك، بتقول له طيب رتب لي الاوبشنز اللي قدامي، كل الاختيارات رتبهم لي ازاي. بقى ممكن مثلا تقول له رتبهم لي by the price from low to high، يعني من الفلوس، من السعر، من اللو تو هاي. لو انت مثلا معاك بادجت محددة، فلوس بتاعتك انت محددها الميزانية وعارف مش هتدفع غير كذا، فاحسن لك تختار الترتيب ده اللي هو فروم لو تو هاي. لا، واحد تاني البادجت مش هتفرق معاه ومعاه فلوس كويسة، لكن اللي هيفرق معاه ان هو يروح حاجة نظيفة قوي، وفارق معاه قوي الستار ريتنج، فيقول للويب سايت لا رتبهم لي according to star rating، اللي هي الفنادق الفايف ستارز الاول وبعدين الفور ستارز وهكذا. واحد تاني يقول لا انا مهتم برأي الناس اكتر، فهيفرق معايا جدا الجيست ريتنج اللي هو الريفيوز اللي كل جيست بينزل الهوتيل ويمشي بيكتبها عنه، فيقول كده. فزي ما انتم شايفين كده ان انا ممكن ارتب نفس الديتا باكتر من كرايتيريا على حسب احتياجي انا او على حسب الظروف اللي انا محتاجها. وضحت الفكرة؟ برضو بنقول معلومة هنا مهمة، ان احنا السيرش في sorted list، لو عندي sorted list ولو عندي unsorted list وبعمل سيرش، ايهما اسهل وتاخد وقت قد ايه؟ نبدأ بالunsorted list. لو الليست اللي قدامي unsorted وانا بدور على element معين، فانا قصاد كده هعمل ايه، هعمل for loop وادخل جواها ادور على element by element، فدي هتاخد مني تقريبا
order of n، لان هحتاج ان انا ليه ان، لاني هحتاج ان انا يعني لو انا lucky قوي ولقيت ال element من اول مرة مثلا، دي order of one، دي اسمها ال best case. لكن لو انا unlucky ال element ده مش موجود خالص، فهضطر ان انا اعدي على كل ال array element by element لحد ما اخلصها تماما، وهقول كمان not found. يبقى انا خدت قد ايه كده time complexity order of n، خدت ال n كلها اللي هي السايز بتاع ال array، فيبقى في ال average case هيبقى order of n. بينما لو الاري دي، لو الليست دي سورتد، لا هل هحتاج اعدي على كله لو هي سورتد؟ لا، ببساطه بنعمل حاجه اسمها باينري سيرش. باينري سيرش يعني بتقسم الاري نصين قد بعض، اوكي، وتبدا تشوف، تدخل على الاليمنت اللي في النص، يعني دي الاري عندك، بتدخل على تبدا من النص وتسال الرقم اللي بتدور عليه، لو اصغر يبقى هيبقى موجود هنا، يبقى انت كده ايه، ترمي كل دول وتشتغل على نص الايه الاولاني، وبعدين تبدأ تدخل على نصهم برضو وتسأل الالمنت ده اصغر يبقى هنا، اكبر يبقى هنا، فاهم؟ يبقى انت كل مرة، في كل مرة بتقسم الاري نصين نصين نصين. ده بيخلي الالجوريزم ده order of log 2n، ده بنسميه الباينري سيرش. بس ايه الباينري سيرش؟ ما بنستخدموش الا لو الاري ايه sorted. فيبقى ال sorted list بنستخدم معاها الباينري سيرش، وده order of log 2n. انما ال unsorted بنستخدم معاها ال linear search، وده order of n. تمام. طيب تعالوا بقى نعرف كده، يعني عملنا introduction بسيطة لل sorting، عايزين نعرف ايه هو ال sorting. The sorting is arranging، ترتيب، arranging the element، ترتيب شوية عناصر، in a list، عناصر في list or collection، مش شرط تكون ال elements دي حاجة من ال اللي هي ال basic data type، integers، decimals، ده ممكن تكون يعني كل element عبارة عن collection struct مثلا، يعني structure أو class معين، في حاجات كتير. تمام. يبقى ال sorting is arranging the element in a list or collection in، قلنا بقى نرتب ازاي، in increasing or decreasing order، هنرتب according to some property. يعني ايه؟ على حسب criteria معينة. مثلا عندي شوية شوية nodes، كل node فيها، النode ممكن يكون فيها ال ID، ممكن يكون فيها name، هي كذا property، وممكن يكون فيها مثلا الفون، دي على بعضها دي النود كلها. وعندي بقى شوية list of nodes بالشكل ده، وعايز ارتبهم على حسب، ممكن ارتبهم على حسب ال ID، على حسب النيم، على حسب الفون، يعني ده المقصود. اهم حاجة بقى ان يكون ال elements دي ايه، ال list should be homogeneous. homogeneous يعني ايه؟ يعني all elements of the list are of the same type، يعني كل النودز اللي انت عايز ترتبها او كل الاليمنتس اللي في الليست ليهم نفس الشكل، ليهم نفس الفورمات، نفس التايب. يعني ان كانوا عباره عن ستراكشر متكون من 3 فيلد، يبقى كلهم لازم يكونوا كده. فده الشرط بتاع السورتنج. تاني نقولها بقى الديفينيشن، السورتنج is arranging the elements in a list or collection in increasing or decreasing order of some property. Okay, list should be homogeneous، بمعنى all elements of the list are of the same type. طيب عندنا كام sorting algorithm هندرسهم؟ الحقيقة هم كتير جدا، بس احنا هناخد منهم، هنختار ناخد منهم 5. ال selection ده بالترتيب اللي هندرسه، selection sort، insertion sort، بابل سورت، دول هندرسهم النهاردة في الليكتشر. وهناخد كمان الميرج سورت،
والكويك سورت دول المحاضرة الجاية ان شاء الله. ايه اللي بيميز؟ طبعا معنى كده ان دول خمسة، بس معنى كده ان هل دول بس؟ لا، في اكتر من، يعني في كتير جدا، لو دورتوا على الانترنت هتلاقوا الجوريزمات كتير. اوكي، فايه اللي هيميز؟ يعني لو عملنا كلاسيفيكيشن دلوقتي، we often classify sorting algorithm based on some parameters. بنقسمهم او بنصنفهم according to some parameters. ايه هما؟ يعني هنكتفي بثلاثة. بيختلفوا عن بعض مثلا في التايم كومبلكسيتي. يبقى ايه بقى المهم هنا؟ ان انت كل ما تفهم algorithm جديد للسورتينج تعرف الايه، تجاوب على الاسئلة دي: الالجوريثم ده اخد وقت قد ايه، التايم كومبلكسيتي بتاعته قد ايه، طب هي بتتقاس بايه؟ يعني التايم كومبلكسيتي بتتقاس بايه، بالملي سكند مثلا؟ لا طبعا، مش بنقيس بالوقت، بنقيس بالاوردر. فاكرين الاوردر والاو كابيتال؟ فبنقيسها ان تيرمز اوف، بدلاله الايه، ان الان اللي هي الاري ليست، الاري سايز او الليست سايز ان. فهنطلع دايما التايم كومبلكسيتي بدلالة ال n. فنقول مثلا order of n، سوري مفيش n، ما ينفعش n خالص في ال sorting، على الأقل يعني order of n squared. ممكن نقول order of n squared في الحلقة دي، من أبطأ ال algorithms بتبقى order of n squared، هنشوف ليه. وال algorithms اللي هي السريعة، ال algorithms اللي بنقول عليها سريعة fast، بتبقى n log n، لكن طبعا ما ينفعش n خالص. كل ده هنفهمه واحنا شغالين. طيب تاني نقطة، ال space complexity. space complexity مش بيهمنا قوي، بس برضو هنجاوب على الأسئلة دي. هو قد ايه memory احتاجناه عشان نرتب array of n element؟ يعني في array محطوطة في الميموري والسايز بتاعها n، طب احتاجنا memory قد ايه زيادة؟ هل مجرد حجزنا مثلا variable واحد او اتنين او تلاتة، يبقى order of one، ولا احتاجنا نحجز ليست تانية نستخدمها، يبقى ساعتها order of n. هنلاقي ال order of one دي بنسميها in place. يعني ايه in place؟ يعني in place algorithm، يعني sorting algorithm ده بنرتب ال array وهي في مكانها. يعني ايه؟ يعني باخد ال array امسكها واقعد ابدل بايدي، ايه، احط اعمل سوابنج، انقل ده هنا وده هنا دي كده، وانا يعني معايا في ايدي نفس الاري، ما احتجتش اعمل اكسترا اري جديده، احجز في ميموري اكسترا اري جديد. فبنقول على الالجوريثم ده لو كان order of one constant order of space بنقول عليه in place algorithm. بينما لو احتاجنا اكسترا ليست عشان نحط فيها حاجات بنسميه order of n space complexity. طيب ايه كمان برضو هناخد؟ انه التصنيفة الثالثة ان recursive or non recursive. يعني بعض الالجوريثمز هنلاقي non recursive. احنا هنبدأ الثلاثة الاولانيين دول non recursive، لكن الاثنين دول merge والكويك هيبقوا recursive. يعني ايه ريكيرسيف؟ يعني فيهم ريكيرجن، يعني هتلاقي الفانكشن بتنادي عليها تاني من جواها بس بارامتر اقل، بسايز اقل. تمام. طيب دي كانت كده مقدمه سريعه للسورتنج. نبدا ندخل بقى في اول تكنيك اللي هو السيلكشن سورت. اوكي، هنعمل التالي بقى عشان نبقى فاهمين. هنكتب ايه الاول؟ الخطه بتاعه الالجوريزم او الستبس بتاعته، وبعدين ناخد اكزامبل بالارقام، كاونتر اكزامبل، ونبدا نعمل له تريسنج، وبعدين نقدر نستنتج مع بعض السودو كود شكله عامل ازاي. وبعد كده انت تروح تعمل السودو كود ده بالايه، في على الكمبيوتر بتاعك، تعمل له فعلا امبلمنتيشن عشان تتاكد انه سليم او مظبوط. اوكي، وبرده هنزل لكم بعد الليكتشر دي سيكشن كامل بالفيديو يشرح لكم ازاي بنعمل كل الجوريثم بنعمل له امبلمنتيشن بالجافا. اوكي، يبقى هنبدأ دلوقتي في أول نوع اللي هو selection sort. وهكتب كده array مش مترتبة خالص، وهقول لك الأول بالكلام.
الالجوريزم ده بيعمل ايه؟ هو اسمه سيلكشن. بمعنى ايه؟ تخيل معايا كده ان انت عندك دي الارقام دي قدامك كده مش مترتبة، وانت هتعمل ايه؟ عايز ترتبها in ascending order بطريقة selection، يعني بايدك تسلكت من الارقام دي بالترتيب. فهتعمل ايه؟ هتقول انا الاول هبص بصة كده على كل الارقام دي، وبعدين اشوف اقل واحد مين. اقل واحد هو الواحد، فتقوم جاي اخد الواحد بايدك وايه وماسكه في ايدك، يبقى هتبدأ بالواحد. وبعد كده يبقى الواحد كده خلاص اتشال، تقوم جاي عامل ايه لفة كاملة تاني، تبدأ تسلكت ايه، تسلكت اصغر element تاني اللي هو مين المرة دي، الاتنين، وبتقوم جاي شايله بايدك وحطه في مكانه خلاص. وبعد كده بقى عندك ايه، تختار اقل واحد فاضل مين، الاربعة، تقوم جاي تلغيه بايدك وتحطه في مكانه. بعد كده الخمسة تعملها selection، يبقى الخمسة هي اللي عليها الدور تحطها في مكانها. وبعد كده الستة تحطها في مكانها، واخر حاجة السبعة تحطها في مكانها. يبقى هو ده السيلكشن ايه، سورت، بيعتمد على كده. تاني بقى، يبقى احنا عملنا ايه؟ عملنا اول حاجة it finds the first smallest element. اول حاجة بدور على، كأني بعمل سيرش على اصغر element في الليست. عشان اعمل كده لازم اعدي على الليست كلها، دي اول مرة. وبعد كده لما بلاقي اصغر element بعمل ايه؟ كل الحكاية ان انا بنقله هنا، نقلته. بص بقى، انا مش هستخدم array تانية لان انا مفيش داعي، هل في داعي ان انا استخدم مكان زيادة او extra array؟ لا. كل حكاية هعمل ان انا هسواب الواحد ده بأول مكان في الأري، يعني هسواب ما بين الواحد والاتنين، فهحطه هنا وهنقل مكان. خلصنا خلاص. وبعد كده الخطوة اللي بعدها هعيد نفس الكلام تاني، it finds the second smallest element، وبعدين هحطه في الاندكس رقم تاني مكان اللي هو اندكس رقم واحد. وبعد كده هدور على smallest element خلاص. فتعالوا نشوف الالجوريزم ده بيشتغل ازاي. وليكن مثلا الليست اهي، ده initially، دي الليست بتاعتنا اللي هي 2 7 4 1 5 6. الاندكس بتاعتها الاندسيز 0 1 2 3 4 5. يبقى الاري دي الاري دي وليكن ايه مثلا، الاري دي عبارة عن فيها 6 element، يعني من A0 ل A5 فيها ارقام. ايه اللي هنعمله؟ اول step، اول خطوة نعمل ايه؟ اول خطوة نختار select المينيمم from، هندور من index 0 to index 5، يعني هندور فيها كلها مين اصغر element موجود. هو ال1 اللي هو ال1، نبدأ نحط ال1 فين؟ هنحط ال1، نبوت كل اللي هنعمله، هنبوت 1 in index 0، هنحط ال1 في اول مكان. يبقى هيبقى شكل الاري عامل كده، هيجي الوان هنا، هنبدل دول ببعض، السبعة في مكانها، الاربعة في مكانها، التو تيجي هنا، الفايف، السكس. دي اول ايتريشن او اول بنسميه باس، اول باس. بعد باس وان ده شكل الاري. ايه بقى كمان مهم لازم تعرفه؟ المرة الجاية بقى لما تيجي تدور على اصغر element، هل هتدور برضو من 0 ل 5؟ لا، ما هو دي خلاص كده. يبقى مهم قوي تعرف ايه الباوندري اللي بنحطه ده. ده معناه ايه؟ ده معناه ان اللي فات ده كده، ده كده sorted، خلصنا منه خلاص، وجزء ده لسه unsorted. يبقى المرة الجاية لما اجي ادور، ادور فين؟ هدور في unsorted، هدور على ايه؟ يبقى بالظبط كده. يبقى الخطوة التانية، خطوة يبقى دي كده pass 1، ده كده pass 1. pass 2 هبدأ اعمل ايه؟ برضو اعيد نفس الكلام، select ال minimum، بس المرة دي بدور from، من اندكس كام لحد كام؟ من اندكس 1 لحد 5 بالظبط. فين اصغر element من الاندكس 1 لحد 5؟ فين؟ اللي هو رقم 2، هلاقيه رقم 2. هبدأ اعمل ايه بقى؟ put 2، احط 2 فين؟ يبقى 2 مكانها فين الصح؟ put 2 in index اللي عليه الدور بقى دلوقتي. احنا موقفين هنا boundary كده عشان نعرف مين اللي عليه الدور. يبقى اندكس ايه اللي عليه الدور؟ اندكس 1. يبقى شكل الاري بقى عامل كده اهو، دي زي ما هي ما بتتغيرش. الاتنين هتيجي مكان السبعة، والسبعة تروح مكان الاتنين. يبقى الاتنين هتيجي هنا، وبعد كده اربعة، وبعدين سبعة، وبعدين خمسة، وبعدين ستة، وايه كمان؟ والباوندري اتحركت بقت هنا. دول كده لسه unsorted. ها نكمل. يبقى الخطوة اللي بعد كده
الخطوة اللي بعد كده pass 3 بقى select، هدور المرة دي على أصغر element from من index كام لكام، من 2 لـ5 اللي هو مين؟ مين أصغر واحد هنا؟ أصغر واحد هنا الأربعة، يبقى هبدأ أحط الأربعة put 4 in index. أحط الأربعة فين؟ أحط الأربعة فين صحيح؟ في مكانها في index كام؟ 2، وهي already في 2 خلاص، ده شكلها. وبس هعمل ايه التغيير؟ يعني نفس الكلام بالظبط كده، 1 2 4. التعديل الوحيد هو ان الباوندري بس الاحمر ده هيتحرك يبقى هنا. نكمل الخطوة الجاية ايه بقى؟ ان انا ادور على المينيموم من اندكس 3 لـ5، يبقى select مينيمم من الاندكس 3 لـ5 اللي هو هيطلع رقم 5، اصغر واحد هنا رقم 5، وهبدله مع ايه؟ مع ده، يبقى هبوت 5 in index، بوت 5 in index 3، هيبقى شكل الليست 1 2 4، دول خلصوا خلاص، والخمسة هتيجي كمان هنا، وبعد كده 7 6 دول لسه مترتبوش، يبقى الخط الأحمر مكانه هنا. يبقى دي كده ال unsorted. الخطوة اللي بعد كده ان انا اعمل ايه؟ ارتب ال unsorted تاني، ادور على المينيموم تاني. بقى الخطوة اللي بعدها هدور على فين المينيموم، يبقى select minimum من اندكس 4 لاندكس 5، هيطلع اللي هو مين الصغير؟ 6، يبقى هبدل، يبقى هبوت 6 ان اندكس 4، يبقى 6 هتيجي هنا. دي كده زي ما هي السورتد ما اتغيرتش، والست هتيجي هنا والسبعة هنا. اكمل ولا انا كده خلصت؟ لا انا كده خلصت، لان اول بتخلص امتى بقى؟ ستوب when، امتى بنخلص؟ when unsorted list، امتى بنقف؟ لما ال unsorted list has one element. اول ما ال unsorted list اللي هي السبعة، شايف ال unsorted اهي، ودي كده sorted. اول ما ال unsorted list تبقى فيها element واحد خلاص، ما هو ده element واحد، هو المينيمم بتاع نفسه يعني، فيبقى اكيد هي كده ترتبت، وفعلا هي كده ايه the list is sorted. تمام كده. طيب هنبدأ دلوقتي نعمل ايه مع بعض؟ اولا عايزين نكتب السودو كود مع بعض ونفهمه، ثانيا عايزين نشوف نقيس الكومبلكسيتي، ودي بنقيسها بالكود بمنتهى السهولة. طيب تعالوا نبص كده، ال array دي size بتاعها كام؟ 6، فيها 6 element، احتاجنا كام iteration، كام لفة او كام pause، كام for loop من بره؟ ادي 1، ادي 2، ادي 3، وادي 4، وادي 5. يبقى اذا كان في n element هنحتاج n minus 1. تمام، يبقى احنا دلوقتي هنعمل for loop. ركزوا بقى معايا خالص في الكود ونشوف احنا بنعمل ايه كل مرة. هنعمل كده function اسمها selection، هكتب pseudo code، مش هكتب كود ايه بتاع language معينة. selection sort بتاخد array وبتاخد السايز بتاعها. اوكي، اول حاجة اول for out الاوتر loop اللي هي اللوب اللي من بره، بتبدأ من i، الايتريشن بيبدأ من i بكام to كام؟ دي محتاجة مننا نفكر شوي، كام مرة عايز اعمل iteration؟ 5 مرات، ودول 6 6 element، يبقى انا هعمل 5 مرات. بدأنا بالايتريشن من الاي بكام؟ يعني اشتغلنا من الاول هنا عند اي بتساوي 0 صح، وبعد كده هنا الاي بتساوي 1، هنا الاي بتساوي 2، تمام، بعد كده هنا وقفنا الاي، هنا الاي بتساوي 3، اي بتساوي 4، لحد ما الاي بتساوي ايه؟ 5. يبقى الايتريشن اللي بره من اي بزيرو تو ان ايه؟ تو ان ايه بقى؟ من ان لحد ان. هل محتاجين ان ماينس 1 ولا ان ماينس 2؟ دي هنقعد نفكر شوية مع بعض.
هل عملنا الايتريشن، هل عند اي بخمسة محتاجينها ولا وقفنا قبلها، ولا عند الاي باربعة وقفنا؟ تاني اهو هنبص مع بعض، هنا اي بزيرو، هنا اي بواحد كده، هنا اي باتنين، وهنا اي بتلاتة، محتاجناش غير ان احنا يعني نستخدم الكلام ده من اي بتساوي زيرو لحد اي بتساوي من زيرو لاربعة. اوكي، فهنخلي الايتريشن دي ان ماينس تو. اوكي، برضو انت لازم تعمل تريسنج اللي انا هكتبه ده عشان تشوف هيشتغل صح ولا غلط. وبعدين بتعمل ايه، بتدخل بقى جوه الفور لوب دي، تبدأ تعمل ايه. المفروض ان انت اول خطوة تعملها ان انت بتدور على المينيمم، صح؟ بتدور على المينيمم من ايه بقى، من ايه، من اول فين لفين. اول مرة بندور على المينيمم فين، بندور على المينيمم من هنا، ناخد لون تاني كده، من هنا لحد هنا، يعني من i plus 1 لحد n minus 1. عشان كده الفور لوب اللي جوه، فور لوب اهي، فور j من j بتساوي i plus 1 to n minus 1، دي الفور لوب. وبدور على الرقم الايه اللي هو لو في رقم اصغر. فانيشيالي انا هفترض ان اي مينيمم اللي هو المكان الاندكس اللي فيه اصغر element هو الايه الاي دلوقتي، اللي هي بتبقى صفر في الاول وبعد كده بتبقى واحد. يعني انا بفترض ان كاني بقول ايه، ان انا افترض ان اول element ده اللي انا واقف عنده دلوقتي هو ده المينيمم. وبعدين افضل اعمل سكاننج من اي بلس 1 لحد ان، اعدي عليهم كلهم. في حالة ايه هتحرك او هبدل، في حالة ان لقيت رقم اصغر مني بس كده، يبقى انا هقارن ما بين ايه وايه. ببساطة if اهو هسأل if a of جي، جي ده الاندكس اللي بيتحرك، تمام؟ لو لقيت ان a of جي اقل من a of i minimum، تمام، اقل من الاليمنت اللي انت واقف عنده او مفترض ان هو الصغير، تعمل ايه؟ لا، يبقى ده كده الصغير، يبقى تخلي تعدل في الفاليو بتاعت الاي مينيمم تخليها بجي وتكمل وتكمل. ليه؟ لانك ممكن جايز تلاقي ايه واحدة اصغر منها لسه. هتخرج من اللوب دي وانت معاك ايه؟ هتخرج من اللوب دي وانت معاك، يبقى you have ايه، اللوب دي مهمتها بس انها تجيب لك المينيم. هتخرج من اللوب وانت معاك الاي مينيمم المظبوط اللي هو ايه، البوزيشن بتاع اصغر element في الانسورتد ليست. نكتب كل ده، البوزيشن مكان ل of minimum element اصغر element in unsorted list. هتخرج معاك اصغر مكان اللي هي اول مرة كان اصغر رقم، هو اصغر رقم هنا كان الواحد. فاللي حصل ان احنا initially حطينا الاي هنا بزيرو، بعدين بدأنا الجي من واحد لحد ايه خمسة، واتحركنا. السبعة اقل من الاتنين؟ لا. طب الاربعة اقل من الاتنين؟ لا. طب الواحد اقل من الاتنين؟ ايوة. يبقى في الحالة دي وقفنا الاي مينيمم هنا، يبقى المفروض الصح ان الاي مينيمم بعد اول ايتريشن يكون واقف هنا فعلا. وخرجنا من هنا عملنا ايه؟ اول ما نخرج من اللوب دي المفروض نعمل سواب بقى. يبقى هنا احنا المفروض نعمل سواب ما بين، نبدل مين؟ نبدل ال a of i اللي هو ال first element of الفيرست element اللي انت واقف عنده، اللي انت كنت مفترض ان ده اصغر element اللي هو المكان اللي عليه الدور يعني، والمينيمم بقى هنسميه a of i minimum. بدلنا ما بينهم، بعد ما بدلنا ما بينهم يبقى خلاص كده خلصنا ايه، خلصنا بقى، نخلص بقى الفور لوب دي، تمام، وبعدين نخلص الايه الفانكشن دي. خلي بالك قوي من الاقواس.
تمام. عايزين نقيس دلوقتي ال time complexity بتاعة ال algorithm ده. عايزين ايه؟ نفترض مع بعض كده، نبص ازاي. عندنا فور لوب كبيرة بره كده، فور لوب اللي بره دي بتتكرر كام مرة؟ الفور لوب الكبيرة دي n ناقص 1 مرة، صح؟ يبقى دي اللوب الكبير. واللوب اللي جوه دي الفور جي دي، بصي اول مرة بتتعمل من جي بلس 1، يعني من 1 لان ناقص 1، تمام. تاني مرة بتتعمل من 2 لان ناقص 1، عدد بيقل يقل. لكن هما تو نستد لوب جوه بعض، لما يكون في تو نستد لوب فور اي جواها فور جي، فدي كده على طول 2 لوب جوه بعض، تو نستد لوب، يبقى دي هتبقى order of n squared. ده بالنظر كده. لو عايزين نقول كلام يعني سهل، فهنلاقي ان ال time complexity بتاع selection sort طالما ان في 2 لوب جوه بعض يبقى order of n squared. طيب هنسأل سؤال، لو ال array دي sorted، لو كانت already مترتبة، هل هيدخل في الاتنين لوب ولا هيكتفي بواحدة بس؟ الكود هيدخل في الاتنين لوب عادي جدا، هيفضل برضو ال worst case بتاعنا. عندنا best case، ال best case نقصد بيها لو ال array already sorted، يعني لو انت مدخله sorted array، لو sorted list برضو هيبقى order of n squared. لكن ال worst case هي ان ال array totally unsorted، يعني متلخبطة خالص، فلو unsorted يبقى برضو order of n squared. يبقى on the average ما بين دول هيبقى order of n squared. يبقى selection sort نقول كده ان هو يعتبر not a مش efficient، يعني بطيء. هما المستو ايه؟ مستو انه سهل قوي في الايه، في ال implementation. هو سهل وبديهي جدا. انا لو اديتك شوية كروت مثلا عليها ارقام قلت لك رتبها، انت هتعمل selection sort، هتفردهم كده على الترابيزة قدامك وتبدأ بايدك تعمل pick للاصغر فالاكبر فالاكبر فالاكبر. هو ده selection sort، هو ابسط انواع الايه، السورتنج. طب سؤال كمان، السبيس كومبلكستي بتاعته، هل احتاجنا اكسترا ميموري؟ احتاجنا اي ميموري زياده؟ هنرجع للكود نبص، هل احتاجنا اري زياده؟ لا. طب احنا بكتير عملنا ايه؟ احتاجنا مثلا variable اسمه اي مينيمم، احتاجنا اي وجي، كل دي حاجات نقول عليها order of one، يعني كلها constant ايه، constant space، يعني احتاجنا مكان مكانين ثلاثة، كلها constants ملهاش علاقة بالسايز بتاع الليست، ما احتاجناش ليست كاملة. يبقى هنقول على ال space complexity ان هو ايه، هنقول عليه in place. اولا in place algorithm، يعني we need no extra list، يبقى ال space بتاعنا order of one space. تمام. طيب كنت بس حابه حته صغيره كده فيها ماثيماتكس يعني اقولها لكم، بس يعني لو ما فهمتوهاش او اتضايقتوا منها مش لازم، عدوها يعني. يعني احنا عرفنا ان التايم كومبلكس اوردر اوف ان سكويرز، بس حابه اوريك بس الايه اللي هي الفور لوب اللي جوه دي. الفور لوب اللي جوه دي بتتقاس ازاي او بتحسب ازاي؟ فور من جي ايكوال اي بلس 1 تو n minus 1. اول مره الاول iteration دي اللي هي دي بتعمل ايه، بتجيب المينيمم. فاول iteration دي هتتنفذ كم مره؟ هتبدا من i plus 1 من 1، هتبدا الاي ب 0، هتبدا من i بتساوي 1 لحد n minus 1. دول عددهم كام؟ من 1 ل n minus 1. البادي اللي جوه ده هيتكرر اول مره n minus 1 من المرات، تمام. بعد كده طيب في تاني iteration، لما الاي تبقى هنا الاي بتساوي 0، لما الاي بتساوي 1 هتتكون تتكرر كم مرة؟ هتتكرر كم مرة دي؟ n minus 2 من المرات. وبعد كده لما الاي ب2 هتبقى n minus 3 من المرات، وهكذا لحد 3 plus 2 plus 1. دي اسمها arithmetic، عارف عددهم دول arithmetic series او propagation.
متسلسلة حسابية، اللي عدد ال summation ده مجموعها معروف هو n في n minus 1 over 2. تمام، فده كده يخلينا برضو نقول ان ايه n squared، ده شايفين n squared، فده يخلينا نقول ان الالجوريزم ده order of n squared. تمام، يعني التفاصيل دي عايزين تسيبوها تفوتوها فوتوها. المهم لما تلاقي السودو كود او الكود بتاعك في 2 لوب جوا بعض، في 2 فور لوب جوا بعض، اعرف ان الالجوريزم ده ايه order of n squared، لان اول لوب بدلالة ايه من 0 لn-2، وتاني لوب من اهو لحد n-1، فيبقى في 2 nested loop جوا بعض، يبقى الالجوريزم ده هيتعمل order of n squared. اوكي، حابة بس اقول حاجة، يبقى اول في اول iteration خلينا نوقف بلون كده مختلف كل ال variable موجودة فين. يبقى في اول مرة ال i بزيرو اهي، والجي بتبتدي اللي لونها ازرق اهي، والاي مينيمم نيشيلي الاي مينيمم اهي. اوكي، دي بدايه الاي مينيمم، او ده الاسامبشن ان اصغر اليمنت هنا وهيوصل يبقى هنا عند ال1. تمام، طيب تاني ايتريشن، تاني ايتريشن الاي بتبدا اهي، الاي بواحد، والاي مينيمم هنفترض ان هي هنا في الاول، بنقف عند الاي في الاول، وبعد كده بتتحرك لحد ما اصغر الم هتوصل لهنا، هي دي كده الاي مينيمم. والايتريشن بتاعت الجي اللي هي اللي جوه هتبدا من هنا من اي بلس 1 لحد هنا، دي كده اللي هي الجي. هنا في الباس اللي بعد كده الاي ب2، الجي هيبتدي من هنا لحد هنا ده كده، والاي مينيمم المره دي في الاول هنأسيوم ان دي الاي مينيمم، وبرضو هتفضل دي بما ان ده اصغر الم فهيفضل ده الاي، يعني هنا مفيش نو هنا ما حصلش اي تعديل في الفاليو بتاعت الاي مينيمم، فمش محتاجين حتى نعمل سواب. عشان كده هزود، شوف التريسنج هو اللي بيخليك تكتشف حاجات في الكود بتاعك، فهنيجي هنا في الخطوة بتاعت السواب نزود كونديشن صغير ان if لو ايه if i not equal، يعني انت مش هتحتاج تعمل سواب الا لو i not equal i minimum، اعمل سواب. طب لو i equal i minimum يبقى انت بدأت بفرضية معينة ان اول element ده الصغير وهو فعلا الصغير، زي في الكيس بتاعت الاربعة ما احتاجناش نعمل سواب. ف if i not equal i minimum اعمل سواب. واضحة؟ طيب نشوف تاني algorithm اللي هو الانسيرشن سورت. نقول الاول الفكرة العامة بتاعته، نفترض برضو عندنا شوية كروت مكتوب عليها الارقام دي، هي مش مترتبة وعايزين نرتبها. الطريقة دي اسمها insertion، من اسمها يعني انت بتinsert في حتة ما. هتعمل ايه؟ بص، انت هتاخد اول element اهو، تاخده تعمل له insertion. اوكي، وبعد كده بتحط حاجز كده وتعتبر ان ده الجزء ده sorted وده الانسورتد. كل اللي عليك تعمله انك تدخل على الانسورتد تاخد الاليمنت اللي عليه الدور وتعمل له انسرشن في السورتد بطريقه صحيحه في مكانه الصحيح. فيبقى اول خطوه انا باخد السبعه بس احطها اهو. الخطوه اللي بعد كده ان انا هاخد الكارت اللي يبقى دي خلاص كده. تمام، هاخد بعد كده الاتنين اخدها اعملها انسرشن جوه الليست السورتد، فكل الحكايه ان انا هحطها كده، ده ترتيبها الصح. بعد كده الأربعة، عشان تيجي تحط الأربعة تعمل لها insertion ما بين الاتنين والسبعة، فتلاقي ان الأربعة مكانها الصح فين؟ في النص. يبقى هتقوم مزحزح ده كده شوية، محركه كده شوية وحطت الأربعة هنا. بعد كده الواحد مكانها الصح فين؟ هنا. بعد كده الخمسة مكانها الصح فين؟ هتلاقي مكانها هنا ما بين الأربعة والسبعة، فهتحرك السبعة شوية وتحط الخمسة. بعد كده التلاتة مكانها الصح فين؟ ما بين الاتنين والاربعة، فهتقوم جايب ايه عامل شيفت للاربعة وحاطط التلاتة وبعدين الاربعة. يبقى انت كده رتبت الايه الليست، اسمها insertion. ليه insertion؟ لان احنا بنinsert element by element
from unsorted list into sorted list. يبقى هو ده اللي بيحصل. يبقى انت برضو بتعتبر بتقسم، دي فكرة الموضوع، ان الليست بتاعتك بتتقسم جزئين، جزء unsorted وجزء sorted، وبتبدأ تاخد في كل iteration كل pass تبدأ تبيك الرقم اللي عليه الدور، تاخده وتعمل له insertion بطريقة صح في الايه، في الجزء السورتد. خلينا بقى نكتب نشوف الاول، نقرا الالجوريزم بيتقال ازاي. The list is divided into two parts, sorted or unsorted. In each pass, the first element of unsorted list, اول element في unsorted list is picked, بتاخده picked up and transformed, يتحول الى to the sorted list and inserted at the appropriate place, وبيتحط في المكان الصح. repeat until، المفروض ان انا بريبيت الكلام ده until ايه، until ايه يعني، دلوقتي انا اول مره دي sorted ودي unsorted. بعد كده بعد ما حطيت الاثنين حطيت الباوندري هنا، بعد ما حطيت الاربعه بقى الباوندري هنا. امتى بقى بقف؟ بقف امتى؟ لما بيجي الباوندري هنا، when until ايه ال unsorted list is ايه، sorted list is empty. اول ما ال unsorted list تخلص مني يبقى انا كده خلصت الايه الكلام ده. ناخد example counter example ونعمل له tracing مع بعض. هناخد array، هنبدأ كده initially كده array بالوضع ده 7 2 4 1 5 3، دي array فيها 6 elements. نفس الكلام يبقى ال indices بتاعتنا 0 1 2 3 4 5. فقلنا initially بنحط الباوندري فين؟ الباوندري هنبدأ بالباوندري هنا المرة دي، هنبدأ هنا initially الباوندري بتاعتنا هنا في أول element، وهنعتبر ان او هنقسم الليست ايه قلنا لجزئين، جزء unsorted هنقول كده ان ده الجزء السورتد، وهيبقى اول خطوة نعملها ايه، اول step اول pass هنعمله select first element. هختار هنا، مش هعمل، مش هدور على المينيمم، انا باخد اللي عليه الدور، يبقى select first element in unsorted list. ايه هو اول element في unsorted list اللي عليه الدور؟ مين هو ده؟ رقم 2. وببدأ اعمل insert للتو، باخدها احطها جوه in في sorted list بطريقة صحيحة، بمعنى ان انا احطها at appropriate place، يعني في مكانها المظبوط. طيب يبقى كده الاتنين هتتحط ازاي؟ يبقى دلوقتي كل الحكاية ان الباوندري الاحمر ده هيتحرك واحد، بعدين الاتنين مفروض في هنا 7 وفي هنا 2، يا ترى الاتنين هتدخل هنا هتقارن، هنسمي المكان ده بنقول عليه مثلا هول، وناخد الاتنين دي نحطها في ميموري في مكان مثلا اسمه وليكن مثلا كي، نحتفظ بالاتنين دي في حتة عشان ما تضيعش، وبعدين نمسح اتنين دي خالص ونسيب المكان ده فاضي، ونسأل نقارن ما بين الرقمين بتوع الكي والرقم ايه اللي هو الهول، والهول ناقص واحد. لو الاتنين اصغر من 7 يبقى هنعمل سواب، مش كده؟ يبقى كل حكاية هنشيل 7 دي ونحطها هنا ونحط الاتنين هنا، تمام. وبقيت الحاجات زي ما هي 4 1 5 3. ودلوقتي بقى ده ال unsorted وده السورتد. كام variable احتاجناه عشان نعمل عملية الشيفت دي؟ احتاجنا المكان اللي انا واقف عنده، المكان اللي واقف عنده اللي هو بتاع رقم اول element في ال unsorted اللي سميناه هول، واحتاجنا كمان variable اسمه key عشان مكان نخزن فيه الرقم 2 ده عشان ما تضيعش، عشان نعتبر الخانة دي فاضية، كأننا كده هنمسحها خالص هنعتبرها فاضية، وبعدين نبدأ نقارن ما بين ال value بتاعت ال a of hole وال hole ناقص واحد وناقص اتنين، نقعد نتحرك كده ونقارن نقارن نقارن عشان نعمل نحط الاتنين في مكانها الصح. وبنقارن لحد امتى؟ لحد ما نوصل لبداية ال a الليست، لحد ما ال hole تبقى بناقص بصفر. طيب نكمل ناخد واحدة تانية، ناخد باس تاني، يعني الباس الجديد مفروض الباس الجديد يبقى ايه؟ يبقى هيبدأ من هنا بقى من الأربعة، يبقى الخطوة اللي بعد كده 2
انا هسلكت سلكت ايه اول element في ال unsorted list اللي هي الاربعة، وبعدين احط الاربعة insert الاربعة دي في الايه in sorted list، احطها في sorted list مظبوط. يبقى ايه اللي هيحصل؟ شكل الاري هيبقى عامل ازاي؟ دلوقتي الاري فيها 2 وبعدين 7 وبعدين 4. اوكي، اولا الباوندري هيجي هنا 1 5 3، دول مش هيتغير. يبقى اول حاجة الباوندري هيتحرك كده. نيجي بقى نعمل نحط ايه دي كده الهول بتاعتنا. كل الحكاية هنمشي من الهول، من اول الفاليو بتاعت الهول دي لحد تفضل تتحرك كده، تمشي كده كده لحد ما توصل لبداية الليست. تفضل تسأل هل الاربعة اقل من السبعة؟ ايوه، يبقى سواب. يبقى هات ايه سواب، معناها هات الاربعة هنا والسبعة هنا. طب هل الاربعة اقل من الاتنين؟ لا، يبقى خلصنا. يبقى ده فكرة الايه الانسرشن سورت، انك تعملت انسرت للاربعة في مكانها الصح. طيب الايتريشن اللي بعد كده او الباس رقم 3، ان احنا نختار المرة الجاية بقى دي كده الانسورتد، يبقى هنختار الالمنت اللي عليه الدور اللي هو مين؟ الوان. يبقى سيلكت الوان، هنختار الوان اللي هو اول element في الانسورتد ليست، وبعدين نعمل insert للوان جوه insorted list. ندخل الوان في sorted list ازاي؟ والباوندري يتحرك. اوكي، يبقى دي كده الايه 2 4 7، وادي الوان دخل جوه، وبعدين 5 3، الباوندري يتحرك بقى مكانه فين؟ بقى مكانه هنا. وكل الحكاية هنقف كده على الوان دي، ونبدأ نعمل ايه سوابينج. لو هو نقارن الاول الوان والسبعة، نقارنهم ببعض، الوان اقل ولا السبعة؟ الوان اقل، يبقى هنا هنحتاج نعمل ايه؟ نعمل سواب. يبقى دي كل الحكاية ان دول هيتشقلبوا. ماشي، ركزوا معايا. يبقى الوان هنا والسبعة هنا، بعدين نبدأ نقارن الوان والاربعة، الوان اقل يبقى كمان سوابينج. يبقى كده الوان هيجي مكان الاربعة، يبقى هنبدل الوان بالاربعة. طيب الوان والاتنين نفس الكلام، يتقارنوا، الوان اقل يبقى نمسح كده ويقارن، وكده تبقى مظبوط. يبقى كده احنا عملنا انسيرشن للوان مظبوط في مكانه المظبوط. احتاجنا علشان نعمل كده اتحركنا كم مرة؟ يعني لو دي الهول اتحركنا هنا، قللنا الهول كذا، وجينا هنا وجينا هنا. وكل مرة بنحتفظ، انت عارف ان السواب between two elements عشان يتعمل، خلي بالك بتحتاج انك you need a extra space، مكان زيادة اسمه temp، تحط فيه الحاجة اللي انت عايز تبدلها عشان ايه ما تضيعش منك اي حاجة من الرقمين دول. فانت بتعمل كده، يبقى عديت تشوف الهول هنا عدت كم مرة، الفور لوب بتاعت اللي هي الفور لوب اللي من جوه الانترنال فور لوب. واحنا بنعمل دلوقتي الكود هننفذ الكلام ده عملية. طيب خلصنا كده ولا لسه؟ لا، في لسه باس كمان، لسه الخمسة ولسه التلاتة، يعني لسه. فالخطوة اللي بعد كده ان احنا ناخد الخمسة وندخلها صح. يبقى الخطوة اللي بعد كده ان احنا ناخد select الفايف وننسرت ايه، ننسرت الفايف مظبوط، عايزين ندخل الفايف مظبوط. تعال نشوف كده شكل الايه الليست هيبقى عامل ازاي. طبعا اللي هي الوضع الاولاني هو 1 2 4 7، وبعدين 5 اهي، وبعدين 3. كل الحكاية ان الباوندري اتحرك هنا، بقت الانسورتد فيها كام element؟ فيها element 1. طيب الخمسة بقى هتبدأ تقارن بين، يبقى الهول واقف هنا اللي هو المكان ده، وهيبدأ بقى يتحرك الهول كده كده كده. هنقعد بقى نعمل ايه سكانينج كده، هنقارن كل مرة نشوف الخمسة تتحرك لحد ما تيجي في مكانها الصح. الخمسة والسبعة هي مكانها، الخمسة أقل من السبعة، يبقى هنعمل سواب. يبقى الخمسة هنا والسبعة. طب الخمسة والأربعة مش هنعمل سواب، خلاص الخمسة أكبر، يبقى كده خلص، يبقى الفور لوب دي خلصت. طيب الخطوة اللي بعد كده ان احنا آخر حاجة بقى، مين اللي فاضل؟ التلاتة. يبقى هناخد التلاتة select التلاتة وinsert التلاتة، نبدأ نحط التلاتة into sorted list، نبدأ نحط التلاتة في مكانها الصح. يلا يلا بنفس الطريقة بقى.
الباوندري يتحرك بقى اهو بره خالص اهو. يبقى احنا كده معناه ان ال unsorted list خلصت بقت empty، يبقى الالجوريزم ده هيعمل stop. طيب التلاتة عشان تدخل في المكان الصح، كل الحكاية ان انا هعمل ايه، هفضل اقارن. تلاتة وسبعة، هاي ايه رأيك، في سواب ولا مفيش؟ في سواب، يبقى التلاتة هتيجي هنا والسبعة هنا. طيب التلاتة والخمسة، في سواب ولا مفيش؟ في برضو، يبقى التلاتة هتيجي هنا والخمسة هنا. طيب التلاتة والأربعة، في سواب ولا مفيش؟ أيوة التلاتة تيجي هنا والأربعة، لحد ما التلاتة والاتنين مفيش سواب. أول ما يبقى مفيش سواب يبقى خلاص، يبقى احنا كده خلصنا. وهي كده دي ايه، الليست از ايه، sorted. هنعمل stop. ليه هنعمل stop؟ ايه الستوبينج كونديشن؟ الستوبينج كونديشن هنا ان الايه، ان ال unsorted list تبقى ام. سهل الالجوريزم. تعالى نعد how many iteration او how many passes احتاجناها. دلوقتي دي array فيها 6 element، اوكي نشيل بس الشطبة دي عشان لما تيجوا تذاكروا. طيب دي array فيها 6 elements، احتاجنا كام iteration؟ ادي واحد، اتنين، تلاتة، اربعة، خمسة. يبقوا كام iteration؟ خمسة. احتاجنا خمسة iteration. تعال نكتب الكود مع بعض. اول الاوتر iteration او الفور لوب اللي فوق، يبقى انا دلوقتي بكتب سودو كود اهو اسمه insertion sort. دي function بتاخد array list، تاخد array يعني، وبتاخد السايز بتاعها. اوكي اول حاجه في فور لوب من بره خالص. الفور لوب دي بتبدا من كام وتنتهي لحد كام؟ عملنا الفور لوب اللي بره دي اللي هي الاي، بتبتدي من كام لحد كام؟ تعال نبص كده، الاي بدايه هتكون بدايتها فين؟ احنا قلنا هنا ان احنا خلاص هناخد ده في اول ايتريشن، هناخد ان هنعتبر ان الانسورتد ليست بتبدا من هنا. يبقى هنا الاي من واحد، واضح قوي انها من واحد لحد، هنحرك بقى كل مرة الاي بواحد، هنا الاي باتنين، تمام، هنا الاي بتلاتة، هنا الاي باربعة، وهنا الاي بخمسة. يبقى الايتريشن دي بتشتغل من اي بتساوي واحد تو ان ماينس واحد. طيب بنعمل ايه كل مره؟ كل مره ببتدي في الايتريشن اللي بره اي دي، ببدا اخد ايه، اخد الاليمنت اللي عليه الدور اللي هو ده الاي اوف اي ده، اخده اسميه كي اهو. يبقى هو ده اللي انا هعمله، وهوقف الاندكس. يعني هعمل حاجتين الحقيقه، هاخد الاليمنت اي اوف اي ده احطه في مكان اسمه كي واحتفظ بيه، وباخد الاندكس نفسه اللي هو الاي اسميه هول، صح؟ دول حاجتين بعملهم دايما مع بداية كل ايه، كل باس. وببدأ ادخل في لوب تانية تدور لي، بتدور لي على ايه اللوب التانية دي؟ ايه فايدة اللوب التانية؟ بتحرك فيها اهي اللوب اللي جوه بقى، اللي هي بتدخل بتعمل انسرشن للاتنين في مكانها الطبيعي. اللوب التاني هنا بتدخل الأربعة في مكانها الطبيعي. يبقى اللوب دي بتشتغل من كام لكام؟ هنعملها بوايل لوب. اوكي طب معلش همسح دي عشان نوسع مكان ونكتبها هنا. هنعمل وايل لوب، طبعا فتحنا فور لوب، دي قفلت الفور لوب. هنعمل وايل. ايه الشرط بتاع الوايل؟ انا مستمر جوه الوايل طول ما الهول اكبر من الزيرو. ادي اول كونديشن، هول اكبر من الزيرو معناه ان احنا ما خلصناش، خلاص ما وصلناش لبدايه الليست. لان اول ما هول توصل لزيرو معناها ان انا وصلت لبدايه الليست، خلاص يبقى الاليمنت ده دخل صح. اند ايه كمان؟ اند ايه اوف ايه كمان يوقفني او يطلعني بره اللوب دي؟ ان يكون الاليمنت اللي بعد اللي هو على الشمال اصغر مني، صح ولا اكبر مني؟ لا تعالوا كده نشوف ايه.
ايه اللي يوقفني هنا؟ مثلا انا بدخل، دخلت الخمسة وسط دول، ادي الخمسة اهي عايز ادخلها وسط دول، امتى هقف في اللوب دي؟ لما اجي احط الخمسة هنا. ليه؟ لما يكون ال a of whole ناقص واحد اصغر من، يبقى ايه شرط ان انا استمر في الوايل لوب، افضل مستمر ان هو يكون الاليمنت اللي بعدي، يعني انا هنا خمسة اهي، انا هدخل في الوايل لوب طول ما الرقم ده كبير، لكن اول ما جيت هنا حطيت الخمسة هنا الاربعة اصغر، المفروض ان اقف خلاص، يبقى انا كده معناه ان انا رتبت خلاص الاليمنت ده حطيته في مكانه. فيبقى الكونديشن للاستمرار في الوايل لوب هو ان الاي ال a of whole ناقص واحد اللي هو الرقم اللي على الشمال الليفت يكون ايه، ها طول ما هو اكبر يبقى انا مستمر، يبقى لسه ما دخلتش الاليمنت في مكانه الصح خلاص. يبقى ده شرط الايه اللي بيتكتب جوه الوايل، ده شرط الاستمرار في اللوب دي. ايه الاستمرار؟ ان لسه الهول يا اما ما وصلناش لبداية الليست خالص ما خلصناش، يا اما كمان الرقم اللي بقى اللي عليه الدور لسه كبير اكبر مني، فانا لازم ايه اقدر ان انا ايه اقدر ان انا اروح مكانه واكمل. طيب جوه الوايل لوب في ايه بقى؟ المفروض جوه الوايل لوب بنعمل ايه؟ طول ما الكونديشن ده موجود يبقى المفروض نعمل سواب صح. يبقى ايه السواب ده؟ ان ايه اوف هول احط الاي اوف هول احط مكانه الاي اوف هول ناقص واحد، ده معناه انك انت بتحط في المكان الفاضي المكان ده بتحط فيه الرقم الاكبر. طيب وبعدين ترجع تظبط الهول من الاول، تخليها ايه تحركها ايه الناحية للشمال، تخليها هول ناقص واحد. ولما هتخرج من الفول لوب دي، لما هتخرج من الوايل لوب دي هيكون عملت ايه؟ بعد ما خرجنا من الوايل لوب دي خلاص، يبقى احنا وي ايه يعني حصل ايه، وي انسرت عملنا انسرشن مظبوط، وي انسرت ايه in sorted list، يعني دخلنا ال element صح في ال sorted list. هذا تقدر حاجة تعمل حاجة تانية؟ لا، هتكمل بس ال for loop الكبيرة وبعد كده تخلص خالص. لا، المفروض تعمل حاجة لما هتخرج. مظبوط، لما هتخرج من ال while loop دي هنا قبل ما تقفل الفور لوب دي، لازم هنا انت معناه ان انت عرفت وصلت للمكان الصح، فاضل بقى انك تحطه، انت لسه ما حطيتوش. يبقى تيجي المكان الصح اللي وصلت له اللي هو الهول، تيجي عند الاي اوف هول تحط فعلا الرقم الاصلي بتاعك اللي هو كنا سايبناه في مكان اسمه كي، ده الاليمنت تو بي انسرتد، الاليمنت عايزين نضيفه. والهول اللي هي الاندكس اللي هو خلاص الهول فايدتها انه ده الاندكس او البوزيشن بتاع المكان الصح، اعتبروه كده. فانا بخرج من الوايل لوب دي واصل او في ايدي ايه، في ايدي حاجه ايه هي المكان الصح للاليمنت ده، فببدا اخر حاجه اعملها ان انا احطه، وبعد ما حطيته اقفل بقى الفور لوب دي عشان اروح اكمل فيها، يروح يكمل يعني ايه يبدا يخش في الاليمنت اللي بعده ويحاول يدخله في المكان الصح. يبقى الفور لوب اللي بره بتعمل ايه واللي جوه والوايل لوب بتعمل ايه؟ الفور لوب اللي بره بتعمل ايه؟ الفور لوب اللي بره بتعمل ايه؟ بتعمل بتعدي على ايه؟ بتعدي على اول element في الانسورتد ليست، وبعد كده اول element في الانسورتد ليست وهكذا. دي الفور لوب دي دورها بس مش اكتر، بتاخد اول element في الانسورتد ليست. انما الوايل لوب اللي جوه دي بتعمل ايه؟ دي فايدتها، دي بقى بتدور على الرايت بوزيشن للاول element في الانسورتد ليست، بتدور على مكانه الصح جوه السورتد ليست، ولما بتلاقي المكان ده، المكان ده اسمه هول، هو ده بتقوم عامله ايه، بتخرج من الوايل لوب دي يبقى معاها المكان الصح، تحط فيه الاليمنت بقى اللي هو حطيته في مكان اسمه كي. تمام. طبعا السودو كود ده مش ثابت، يعني انت ممكن تقعد تجود، يعني ممكن تقعد تعبر عن، يعني الحاجات دي مش مسلمات، يعني لو دورنا على الانترنت هنلاقي كذا كود للانسرشن سورت، انا ما يهمنيش اتحفظ، يهمني يتفهم، فخد اي كود وافهمه، وبعد ما تفهمه اعمل له تريسينج، هو ده اللي يهمني. ويهمني اكتر مش الكود، يهمني ان انا لو اديتك اي ليست بالارقام يعني كاونتر اكزامبل اقول لك طبق عليها يلا ابلاي انسرشن سورت،
ورينا بقى ايه step by step كده، ورينا ال changes in list، التغييرات اللي بتحصل في الليست. فتقوم انت عامل tracing بالشكل اللي انا عملته ده، تقولي في pass 1 ده شكل list، ده كده pass 1، ده كده after pass 2 بعد اللفة التانية، ده كده after pass ايه 3، وهكذا. تمام، ده اللي يهمنا جدا. طيب الالجوريزم ده هيبقى عايزين نشوف التايم كومبلكسيتي بتاعته، عايزين نشوف بيتنفس كام مرة. طيب يبقى الفور لوب اللي بره دي بتحصل كام مرة؟ الفور لوب اللي بره دي واضح انها n minus 1 من المرات، والوايل لوب اللي جوه، الوايل لوب اللي جوه يعني في الورست كيس خالص هتبقى برضو in terms of n يعني، فهيبقى يبقى التايم كومبلكسيتي تعال نشوف الاول الورست كيس، لو الليست اللي داخله دي unsorted مش مترتبه خالص فهو ممكن ياخد order of n square، لكن البيست كيس ان تكون الاري دي مترتبه sorted. طيب جميل، لو الاري مترتبه تعال بص معايا كده وقولي ايه هيحصل ايه. لو الاري مترتبه ببساطه الفور لوب اللي بره هتدخل ان هتتكرر ان ماينس 1 من المرات بس، ولا مره بص كده الكونديشن بتاع الوايل هي مترتبه، يبقى هيلاقي دايما الكونديشن ده مش هيحصل خالص لانها مترتبه، فدايما مش هيدخل في الوايل لوب دي اساسا، فهتلاقي ان انت هتبقى اوردر ايه ان ماينس 1 بس، يبقى دي اوردر اوف ايه اوف ان. فالانسرشن سورت دي النقطه بقى، الانسرشن سورت ايه الاضافه اللي اضافها؟ طبعا لما يكون في worst case n squared و best case n يبقى ال average كام؟ still برضو order of n squared. يبقى احنا حسنا بس في ال a، يبقى ال insertion sort ال improvement اللي فيه او التحسين الوحيد اللي فيه هو في حالة ان لو ال array دي sorted ده هياخد order of n. يبقى ده سؤال مهم، هل ممكن ادور على ممكن في يبقى في عندي sorting algorithm بيرتب order of n؟ اهي دي الحالة بقى، ايوة ممكن لو ال array already sorted وانا بستخدم ال insertion sort، مش هعمل غير ايه هيبقى ال time complexity بتاعه n من المرات بس. طيب ال space complexity برضو نفس الكلام اللي قلناه في selection، هي in place algorithm يعني ما بحتاجش اعمل احجز array جديدة، انا برتب جوه الاري نفسها بكتير وبحتاج احجز شوية ايه variable بساط جدا، يبقى order of one من الايه من الميموري، فيبقى التايم يبقى يعني ايه الاضافة او ايه الاحسن. نقدر نقول كده لحد دلوقتي selection sort بطيء جدا لان order of n squared، لكن ميزته على فكرة مفيش احسن واوحش، هي كل algorithm اعرف بس ميزته وعيبه، فselection sort ميزته ان هو very simple خالص في الـ الكود بتاعه، وطريقة التريسينج كان اسهل ما يكون، ما تعبناش خالص عشان نفهمه، يمكن في الانسرشن في صعوبة شوية ان احنا نعمل implementation، موضوع لو انت قعدت تعمله بايدك هياخد منك وقت كبير انك تفكر ازاي تحقق موضوع الانسرشن ده. فالانسرشن ميزته ان هو في البيست كيس سريع جدا order of n، انما عيبه او يمكن صعوبته ان هو طبعا عادي جدا برضو بطيء في حالة الورست كيس n squared، وكمان الامبلمنتيشن بتاعه شوية ايه not quite easy يعني مش سهل للدرجة، need شوية ايه effort يعني شوية جهد ايه مبذول. طيب رقم ثلاثة والاخير في المحاضرة دي هو البابل سورت، وكلمة بابل جاية من الفقاعة. ليه بنقول عليه فقاعة؟ لان بيحصل هنا ان بعد كل باس بعد كل iteration في رقم بيحصل له بابل داون بيروح لمكانه الصح اللي هو ايه الرقم الكبير، يبقى بعد كل iteration الرقم الكبير خالص بيتحط، يعني بعد اول iteration اكبر رقم في الليست بينزل في القاع بيستقر في المكان بتاعه، بعد تاني iteration الرقم اللي بعده اللي هو second ما هنقول عليه بقى second largest element بيبقى اتحط في مكانه، طب الايتريشن التالتة يبقى third largest element يتحط في مكانه وهكذا. فعشان كده الالجوريزم ده ظريف في حاجة ان هو
هنشوف بيعمل improvement ازاي، دي هنشوفها. النقطة التانية ان ممكن نستخدمه مش بس في السورتنج، لا احنا ممكن كمان نستخدمه لإيجاد ايه اللي هم مثلا ال m largest element. ببساطة شديد ان انا هاخد الالجوريزم ده اكرره m من المرات، مش هكرره بقى في كل الليستة، لا انا هكرره عدد من الايتريشن معينة m مثلا. لو انا عايز اول 3 اكبر ارقام في الليستة يبقى هاخد الالجوريزم اكرره 3 مرات بس. عايز اول اكبر 5 ارقام في الليست بكرر الالجوريزم ده 5 مرات. تعالوا نشوف بيعمل ايه الالجوريزم ده او بيشتغل ازاي. هنفترض عندنا الليست اهي 2 7 4 1 5 3. نفس الكلام اللي قلناه قبل كده، برضو بنقسم الليست جزئين. دايما دايما السورتنج الجوريزم فيهم الفكرة دي ان احنا جزء يبقى unsorted وجزء يبقى sorted. فده initially كده ده الجزء ال unsorted وده الجزء ال ايه ال sorted. وبعدين هنعمل ايه؟ هنعمل في اول iteration compare each element with adjacent، يعني هقارن كل element، هبدأ من هنا وهقارن 2 بالـ7. طيب الاتنين اصغر ولا السبعة؟ لا الاتنين اصغر، خليها. وهفضل اقارن، بس كل ما الاقي الرقم الترتيب غلط اعمل سواب. فالاتنين اقل من السبعة يبقى الاتنين زي ما هي. طيب دلوقتي السبعة اكتبهم تاني وبعدين نمسح مع بعض. طيب السبعة هقارن السبعة بالاربعة، السبعة والاربعة، السبعة اصغر؟ لا السبعة اكبر. في الحالة دي هعمل سواب، يبقى هحط الاربعة هنا والسبعة هنا. طيب هقارن السبعة بالواحد، السبعة والواحد، السبعة أكبر، يبقى في الحالة دي همسح، هعمل سواب، يبقى الواحد هنا والسبعة هنا. طب هقارن السبعة بالخمسة، هعمل سواب، يبقى الخمسة هتيجي هنا والسبعة هتيجي هنا. هقارن السبعة بالتلاتة، يبقى التلاتة هتيجي هنا والسبعة هتيجي. ايه اللي حصل بعد after pass one؟ ايه اللي حصل؟ ايه اللي انت شايفه بقى؟ ايه اللي حصل دلوقتي؟ اللي حصل ان السبعة راحت مكانها الصح. على فكرة لو ما نرتب الليستة في الاخر ده المكان الصح للسبعة. ليه؟ لانها اكبر element. يبقى الالجوريزم ده بيعتمد، عشان كده هو اسمه بابل، ها، بيعتمد انه يحط لك اكبر element في مكانه الصح. طيب الخطوة اللي بعد كده ايه تفتكروا؟ بدي كده بقت ال unsorted ودي كده السورتد. يبقى الخطوة اللي بعد كده، الخطوة اللي بعد كده هنعمل نفس الكلام تاني بس نشتغل على الانسورتد بس. وفي نهايتها هنلاقي ان الرقم الكبير اكبر واحد اللي هو الخمسة هيتحط في مكانه. تعالوا نشوف كده. يبقى هنكتب تاني، هكتبها الاول تاني كده وبعد كده هنعمل سواب مع بعض. طيب ايه اللي هنعمله؟ اول حاجة هنعملها ان العلامة الباوندري هيتحرك هنا، تمام. لا بلاش، العلامة دي مش هتحط دلوقتي لما نخلص خالص، العلامة كانت هنا، تمام. هيبدأ بقى نعيد ايه، نشتغل على unsorted list ونعمل array اسمها ايه دي loop. هنبدأ نتشك كده كل اتنين جنب بعض، الاتنين والاربعة نبدل؟ لا مظبوط. طيب الاربعة بالواحد؟ لا هنا هنعمل سوابنج، يبقى هنمسح ونعمل سوابنج، يبقى الواحد هنا والأربعة هنا. طيب الأربعة بالخمسة؟ لا مفيش سوابنج، مظبوط. طب الخمسة بالتلاتة؟ الخمسة أكبر، يبقى دي فيها سوابنج، يبقى الخمسة هتتقلب هنا والتلاتة هنا. يبقى احنا كده خلصنا. هنا بقى الباوندري يتحرك، يتحط فين؟ هنا كده. ونقول كده ان الجزء ده بقى سورتد وده دلوقتي ال unsorted. يبقى الشكل ده هيحصل after pass رقم 2. نكمل. طيب بعد كده هيحصل ايه؟ نفس الكلام، هناخد ال unsorted list نعمل comparing لكل element with adjacent until maximum element of unsorted list goes to sorted list. ده اللي هيحصل. يبقى هنقارن الاتنين بالواحد، يبقى هيحصل سواب. هكتبها الاول وبعد كده نقارن. هكتبها الاول، بنقلها الاول من الخطوة اللي فوقيها بالظبط.
تمام. والباوندري موجود فين؟ موجود في عند الخمسة اهو. وبعدين ببدأ اقارن، بقارن ان الاتنين بالواحد. اه في سواب هنا، ايوه الواحد اقل يبقى يتبدله. طيب الاتنين بالاربعة، لا ما مظبوط، الاتنين اقل كده مظبوط. طيب الاربعة بالتلاتة، لا دي فيها سواب يبقى دول هيتبدلوا، يبقى التلاتة هتيجي هنا والاربعة هتيجي هنا. خلصنا كده الانسورتد. كل اللي هنعمله ان احنا هنحرك بس الايه، هنحرك ال سوري هنحرك الباوندري، هتيجي ايه تتحرك ناحية، هتيجي هنا بقى، وهيبقى ده السورتد والانسورتد. فلو انت عايز مثلا عايز تجيب اكبر 3 element في الليست، خلاص هتقف هنا، لانك انت هت ايه هتكرر الالجوريزم ده 3 مرات بس. لو عايز تكمل عشان ترتب الاري هنكمل. يبقى دي افتر ايه، ده شكل الاري افتر باس رقم 3. طيب نكمل بالمرة نشوف بقى الباس اللي بعد كده. في ميزة بقى الباس اللي بعد كده، يا رب تكون ايه لاحظتها قبل ما اقولها. انا هنقل الاول الاري زي ما هي، والباوندري مكانها زي ما هو اهو. بس ايه الميزه هنا؟ ان الواحد هنيجي نقارن واحد بالاتنين، مظبوط مفيش سواب. طب الاتنين بالتلاته مفيش سواب، خلاص يبقى هنعمل ايه؟ لو مفيش سواب يبقى ده مفيش اي تشينج حصل، يبقى ده كده شكل الايه الليست افتر باس 3. لا ده بقى باس 4 دلوقتي. وايه كمان لاحظتوه؟ لو ما حصلش ولا سواب في الايتريشن بتاعك، يبقى ده معناه ملوش غير معنى واحد. ايه هو؟ لو نو سواب حصل في الايتريشن اللي جوه ده، يبقى ده معناه ان الاري سورتد كلها. هي خلاص خلصنا كده الاري سورتد، يبقى ستوب. يعني هنا انا مش هكمل، مش هكمل، مش هعمل باس 5 وباي وباس 6، مش محتاجه اكمل دول خالص، لان الاري دي فعلا سورتد. ليه؟ عرفت منين؟ لان انا عملت الباس كله وما عملتش ولا سواب جواه. دي الميزه بقى اللي في البابل سورت. البابل سورت فيه ميزتين، اولا ان احنا نقدر نستخدمه لايجاد اي عدد من الارقام الكبيره اللي انت عايزها. مثلا عايز تجيب اول اكبر 3 ارقام في الليست، يبقى تقدر تستخدمه، ادي ميزه. الميزه التانيه بقى في ان انت ممكن توفر وقت كبير جدا لو حظك حلو وحصل سورتنج ايه للاري قبل ما تخلص كل الايتريشنز، فممكن ان يحصل توفير في الوقت جامد. يعني انك تعمل ايه بسيطه، دي تعملها ازاي بالامبلمنتيشن؟ تعمل زي فلاج كده، تحط الفلاج ده بزيرو دايما، وكل ما تعمل سواب تخلي الفلاج بوان، ولما تخلص الايتريشن اللي جوه تسأل هو الفلاج لسه بزيرو. ها لو الفلاج لسه بزيرو، ده معناه ان محصلش ولا سواب في الايتريشن الاخيره، خلاص اعمل ستوب. يعني ايه ستوب دي؟ ازاي تعمل ستوب؟ تطلع بره اللوب دي خالص، تعمل بريك، تخرج براها، ويبقى الاري دي بقت اترتبت. اوكي اي هوب ان الكلام يبقى واضح عشان نقدر نكتب مع بعض دلوقتي اللوب اللي هي السودو كود. تعالوا نكتب السودو كود، هنكتب برضو الاسم ال function bubble sort array a و n the size، وهنعمل ال body بتاع ال function اهو، وهنبدأ نفكر ايه اللي محتاجين، محتاجين كام iteration. الحقيقة محتاجين 2 iteration. اوكي اول واحدة بتعمل ايه وتاني واحدة بتعمل ايه؟ يلا خليكوا معايا. اول واحدة بتعمل ايه؟ اول واحدة الايتريشن اللي هي عدد الباسز، عدد كام مرة بالكتير انا محتاج ان إيه، محتاج ابدأ بايه؟ هبدأ من الايه، انا بقارن ما بين الاليمنت واللي جنبه صح. فهنعمل فور لوب من بره من كي ايكوال 1 لان ماينس 1. تمام، وجواها فور لوب تانية فور اي
من 0 to n minus 2. جوه الفور اي دي، الفور الاي اللي جوه اللي هي الانر لوب دي، اللي بتخلينا نعمل ايه، نعمل نقارن ما بين الرقم والادجيسنت اللي هو اللي جنبه. فبندخل جوه if condition، لو نقارن ما بين الاي اوف اي والادجيسنت اللي هو اي اوف اي بلس 1، مظبوط، الرقم والرقم اللي جنبه ونقارن. لو الرقم اكبر من اللي جنبي اكبر، لو اي اوف اي اكبر من اي بلس 1، ها متخيلينها ولا لازم نرجع لمثال؟ مثلا زي الاربعة والتلاتة دي، الاربعة اكبر من التلاتة، فلو ده اي اوف اي وده اي اي بلس 1، الاربعة اكبر من التلاتة، المفروض اعمل سواب ولا ما اعملش؟ اعمل. يبقى في الحالة دي هنا في سواب، قارن سوري سواب يعني بدل، سواب ما بين اي اوف اي، بدل اي اوف اي باي اوف اي بلس 1، يبقى بدل. اوكي، وبعدين وهكذا وهكذا ولحد ما اخرج من الايه، الفور لوب دي. يبقى انا بخرج من الفور لوب دي وعامل ايه، وعامل ايه، عملت ايه، سوابينج، مظبوط، وصلت للانسورتد ليست ايه، مظبوط، سوري، وصلت لللارجست اليمنت، حطيته في السورتد ليست. يبقى هنا اللارجست اليمنت اتحط في مكانه الصح in sorted list. طيب عايزين نعمل شوية تحسين في الكود ده، عايزين نستخدم الفلاج برضو، هنحطها بلون مختلف. هنعمل الفلاج بتاعنا ده هيخلينا الفلاج initially بزيرو، وهنحط هنا لما تعمل سواب هنغير في الفلاج نخليه بون. اوكي، ولما نخرج من الفور لوب دي، قبل ما نقفل نسأل هنا if flag، لو الفلاج لسه بزيرو، يعني لو خرجنا من الفور لوب اللي جوه دي كلها اللي هي الانر لوب اللي جوه والفلاج لسه بزيرو، فده معناه يا جماعه ان احنا ما عملناش ولا مره سوابنج، يبقى ده معناه ان الاري دي خلاص سورتد كده، فما فيش داعي اني ادخل اروح اكمل الفور لوب الكبيره اللي بره دي، فدي لازم يكون قبل القوس ده. فايف ده كده بريك بتعمل ايه، بتخرجني بره اللوب الكبيره دي الفور لوب، فاللي هيحصل ان هيخرج بره القوس ده وهيخرج بره الايه، ينهي الايه الفانكشن دي. كمان في تحسين كمان قالوا برضو ان انت ممكن تخلي مش n minus 2، تخليها بدل n minus 2 n minus k minus 1، تبقى بدلالة الكي. طيب حط الكي اخر كي بكام، هيها بالظبط يعني، بس هي اخر كي بكام، اخر كي هوصل لها n minus 1، فلو شلنا الكي وحطينا n minus 1 هتبقى اول كي هتتحط، هتبقى اول كي هتحط تبقى ب 1، يبقى n minus، صح، عند كي ب 1 هتبقى n minus 2، طب عند كي ب 2 هتبقى n minus 3، وكل مره بتقل، صح الكلام. طيب تمام، السؤال هو بقى اللي بيقول ايه التايم كومبلكسي بتاعت الالجوريزم ده ايه. برضو نفس الكلام، هنلاقي فيه اتنين فور لوب جوا بعض، يبقى بالتأكيد هي order of a، يبقى ال time complexity برضو هنفصل ما بين ال worst case اللي هي unsorted وال best case اللي هي لو sorted. طيب لو unsorted يبقى هنضطر ندخل جوه كل مرة، ندخل جوه اللوب اللي جوه دي كمان، هيبقى two nested loop جوه بعض، يبقى order of n squared. طيب لكن ايه اللي يحصل لو ال array دي sorted؟ فلو ال array دي sorted يا جماعة مش هيدخل اصلا، لو ال array دي sorted اول مرة بس، متخيلين لو ال array sorted، عايزة اديكم مثال، لو sorted array، عايزة اديكم مثال، لو انت اصلا هتطبق ال الالجوريزم ده على سورتد اري، يعني مثلا حاجه بالشكل ده، دي اري اوريدي سورتد وانا هطبق عليها الالجوريزم ده،
فالمفروض هعمل ايه؟ المفروض ان انا هعمل one iteration اهو، هبدأ بone iteration، احط الباوندري هنا وهبدأ اقارن. دلوقتي الone بالtwo ابدل، لا no swap. طب هنا 5 و2 بدل، لا اقارن اقارن، هخرج من الباس ده، ده كده after pass 1، هخرج من الباس ده والفلاج لسه بزيرو، يعني ما عملتش نو سواب، ما احتجتش اعمل ولا مرة ولا سواب، يبقى في الحالة دي هعمل بريك. هو ده، يبقى الكلام ده هيتنفذ كام مرة؟ هو ايتريشن واحد. يبقى لو الاري سورتد، لو الاري دي سورتد، هيعمل الفور لوب اللي بره دي، هيدخل بيحط كيب 1 ويدخل جوه يخرج من اول مرة بعد one iteration وخلاص. عشان كده بنقول ان لو ال لو الاري سورتد بينفذ الفور لوب اللي جوه. انت شفتوا انا عملت كام comparison، الاتنين دول والاتنين دول، يعني n من المرات، يبقى عشان كده بيكون order of n. جميل. طبعا يبقى ده عامل زي مين؟ بيفكرنا بمين؟ بالinsertion sort بالظبط. يبقى احنا ممكن نعمل جدول كده فيه comparison بسيطة، نعمل التايم كومبلكسيتي والسبيس كومبلكسيتي وريكيرسيف اور نون ريكيرسيف، ونعمل كده كل انواع ال الالجوريزمز اللي قلناها النهارده. عندنا السلكشن والانسرشن والبابل، ونبدأ نملى بقى الجدول ده. نلخص اللي قلناه، قلنا selection sort ال worst case بتاعته order of n squared، كلهم يا جماعة ال worst case بتاعتهم order of n squared worst case. طيب بدل ما نكتبها كل مرة، نكتبها كده مرة واحدة بره كده worst case order of n squared. ال best case لو ال array دي sorted، ال selection sort ما بيتأثرش، لكن هنا بيتأثر order of n و order of n. ال space complexity بتاعت ال selection كلهم زي بعض، لأن كلهم بنقول عليهم in place، ما بنحتاجش ايه list زيادة، كلهم non recursive. تمام كده، حاولت ما اطولش عليكم، بس يعني طولت برضو، فياريت يكون